اي خدمة؟ انت بتاع المساج؟ لا انا بتاع التاريخ. لا 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 انت بتاع المساج. يلا عامل احسن مستعجلة، ابتدي الجلسة بسرعة. جلسة ايه يا استهاني؟ اكيد حضرتك غلطانة، انا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ. ان كان يلزمك حصة انا تحت امري. اوكي اوكي انا مدرس تاريخ مش مدرس طبيخ. انت قلعت ليه؟ عشان نبتدي الدرس. مرة بابليون برابار كان نازل يشتري معسل، راح عند الراجل بتاعنا ده، بابليون برابار ما لقاش الراجل بتاع المعسل. أمه قالت له أنت ما لقيتش. أما أمه بابليون برابار قالت له أنت ما لقيتش. عظيم عظيم اخيرا بتكون طمنا هناك. خف شوية علي، خف شوية يا معلم، دي لسه مرحلة تمهيدية. وتحديد بعد ابراهيم باشا دور وراه على طول. ذاكر ايه ده دكتور؟ بتبوسه بتبوسه. وايه ده عن نفسه؟ بتحطها خف عليا، بقولك بلاش حركات الاوتوبيسات دي يا معلم. هو عايز السماعة هو دلوقتي اللي بيبوسها يحضنها. مطرش فشتي تحتي مات مات. الف مبروك الف مبروك يا معلم، الف مبروك. الاستاذ تحسين في غايه القوه والحيويه والنشاط لدرجه ان الجهاز اعصابه ما استحملتش. ايه والديبه العراجل الله الله والديبه العراجل الله الله والديبه العراجل. مشكورك يا رب. خلاص تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص طب والحاله اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي اقدر اقول لكم ان الحاله بسيطه، ما تخافوش. حلاوتك انت، قول قول زي ما عجبك قول. انا هجيب خايف. هو دلوقتي في صراع نفسي، مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حته بعيد عن الشقه، في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور. لازم اطمن ان اللي ما تسماش ما جاتش ورانا. وبعدين بقى يا تحسين ما تنساش انها امي. انت زعلانه مني؟ انا زعلانه عليك انت. وانا زعلان على نفسي ومن نفسي. عشت طول عمري احلم بيكي واتمنى اكون جنبك، ويوم ما اكون مع بعض يحصل اللي يحصل ونتحرم من بعض. عمرنا ما هنسيب بعض يا حبيبي، انا جنبك وهفضل جنبك لاخر يوم من عمري، ودي كلها ازمه وهتعدي على خير باذن الله. يعني هنقدر ن تحسين. بقولي لا خش هنا. انت لسه برضه زعلانه مني حتى بعد ما عرفت ان انا بريء ومظلوم؟ انا زعلانه على بختي اللي مال وحظي اللي اتعاوق. ما خلاص هانت، انا غشيش قلبي من جوه. هانت ازاي وانت جاي تاجل الفرح؟ ما هو ما يصحش انا اتجوز ولسه بنتي عذراء. ما هو لو نستنى بنتك اما تخش دنيا مع ست حسين هكون انا بقى سبقتك ودخلت الاخر يا معلم. اهدى زوبه، الموقف صعيب وانا حالتي اصعب. صبر يا زوبه صبر. هشتري منين يا معلم؟ مش كفاية اني طول الليل نايمة وحضن الوسادة الخليقة، وانا وربنا طول الليل معبط في المرتبة، واصحى الصبح الاقي نفسي اغرق اغرق تحت السرير،
بكسف اقول ده انت تمشي من هنا وانا دموعي تنزل على خد رش تقول تعالى يا معلم الحقني وشوف اللي جرالي. لا لا بلاش كده دوبة بلاش، احسن احنا الاتنين طايشين وجايز في لحظة انسجام نغلط ونخلف طفل الخطيئة ونسميه سراج. داكس داكس استنى استنى وحد استنى خش انت روح خلي دي هنا لقادة فلسطين وحياتك. على مالك يا اسطى؟ هي الدنيا طارت صحيح طلعها ده بعدك خلاص والنبي لكون شاربه من دمك النهارده. اضطريت اظهر لك عشان تعرفي ان امك بصحة جيدة. سامع يا معطف؟ يا ماما حرام عليك اللي بتعملي ده ما يستاهلش العمال دي كلها. يطلقك واجوزك واحد بمزاجي وتبعدوا عن بعض انتوا الاثنين. لكن انا مش عايزة اتطلق وانا بحبه وهو بيحبني. كاتي خيبة خيبة في ايه ده؟ حب واحد زي ابوكي نص نقل مش تحبي لي فيسبة؟ انا فيسبة يا ولية؟ ايوه ما هو قلة ادب بقى انا مش عايز فاهم ولا لا؟ انا بقول لك بقى واحنا جدعان قوي يعني. الدنيا بقى طراوة كده ليه؟ انا حاسس بطراوة. ايه يا وليه انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ ايه ده؟ غسيل كويس؟ لا كده اعطف بقى وكده احكي. ايوه باي باي. الهدوم الهدوم يا ابن المجنونة. خليك كده خلي يا ولية هات الهدوم ولا حط اقرب فيك العيب نفلك. يا بنتك يا بنتك يا بنتك يا يا عبد البوش انت الكرسي روح. هات الهدوم يا بابا.